مرحبا، نتابع في هذه الجلسة التدريب على برنامج ستراتا، ونخصصها لإضافة تصميم البير من أقطار حفر وإكساء ومصفات وحشوات إسمنتية وغيرها إلى العمود الطبقي. نتابع اليوم بدرس جديد من دروس برنامج ستراتر الذي نستخدمه لبناء الأعمدة الطبقية، دراسة وتحليل معطيات الجيولوجية. في البداية سأشغل البرنامج، تكبير الشاشة، ثم من قائمة فايل أختار الملف الأخير الذي قمت بإنشائه. في الفيديو الأخير من السلسلة السابقة كنا توقفنا عند إدراج منسوب المياه الجوفية. في هذا الفيديو سوف أرغب أن أضيف إلى العمود الطبقي إلى هذا الشكل تصميم البئر، وأقصد بتصميم البئر أقطار الحفر المختلفة التي ترد على أعماق مختلفة. في البداية سوف أجهز مكان لأضع به تصميم البئر هنا هكذا. إذن في هذه المساحة الفارغة هنا أرغب بوضع تصميم البئر المعبر عن أقطار الحفر المختلفة. ومن أجل ذلك في البداية أذهب إلى قائمة هوم، ثم من أيقونة تيبل إدراج تيبل أختار New Table، اسم الجدول Well Design، ونوع الجدول سوف أختاره Well Construction Table. Create، سوف ينشئ البرنامج جدولا مخصصا لإدخال بيانات أقطار الحفر. في البداية لدينا Hole ID وهو رقم البئر، وهذا الحقل يجب أن يكون متطابق مع Hole ID في كل جداول المخصصة لمختلف الأغراض، ويجب أن يرد اسم البئر هنا في هذا الحقل متطابقا مع اسم البئر الوارد في جدول ويلز ايديز. البيان الذي أورده وهو قطر الحفر، فرم هو عمق من سطح الأرض، تو أيضا عمق من سطح الأرض ولكن نهاية قطر الحفر هنا، ثم أوتر دياميتر القطر الخارجي للحفر، ثم انر دياميتر القطر الداخلي للحفر، ثم الاوفسيت، وهنا الاوفسيت هي الانزياح عن مركز البئر، كم اريد ان ازيح الرسم والتصميم عن مركز البئر. ويستخدم هذا الحقل عند الحاجة لرسم تصاميم عدة آبار بشكل متجاور، وعندها تكون قيمة الست هي انزياح أحد الآبار عن الآخر. ثم الايتم وهو العنصر الذي أريد عرضه، هل هو إكساء كيسينج، هل هو حشوة إسمنتية، هل هو حشوة حصوية جرافل وغير ذلك. الآن سوف أذهب لأبحث عن البيانات في تقارير الحفر لدي. هذا هو تقرير الحفر للبئر 21K، سوف أقرأ هنا القطر الأولي للحفر 355 ملم، فاينل دياميتر 132 ملم. الواقع أن تقرير الحفر هنا ينقصه بيان العمق الذي حفر به بهذا القطر، أي 355 متر إلى أي عمق حفر بهذا القطر. وبما أن تقرير الحفر لا يتضمن هذه المعلومة، سوف أفترض أن العمق هو 400 متر، لأن عمق البئر الإجمالي هو 1020 متر. إذن في البئر 21K من 0 إلى 400 متر كان قطر الحفر 355 ملم، ومن 400 متر إلى 1020 متر كان قطر الحفر 132 ملم. سأعود الآن إلى ستراتر لأدخل هذه البيانات. البئر 21K من 0 إلى 400 القطر الخارجي للحفر، نأخذه من هنا 355 ملم، 155. القطر الداخلي غير معطى، سأفترض أن إكساء البئر سماكته حوالي 10 ملم لأنه بئر عميق، وبالتالي يكون القطر الداخلي للحفر هو 345 ملم، مقدار الانزياح 0، والآيتم ومادة تصميم البئر سأسجل هنا إكساء أو بالإنجليزي كيسينج. تابع البئر 21K من 400 حتى 1020 القطر الخارجي للحفر 132 ملم، و10 ملم سماكة الإكساء، لذلك هنا يكون القطر الداخلي للحفر 122 ملم، الانزياح 0، مادة التصميم كيسينج. أدخلنا البيانات. الآن أعود إلى صفحة البئر بور هول، ومن قائمة لوك أختار الأداة ويل كونستراكشن، ويصبح المؤشر على هذا الوضع. تحرك إلى هنا إلى المساحة التي خصصتها لرسم تصميم البئر، وبنقرأ يطلب البرنامج
أنا أدله على الجدول الذي خزنت فيه بيانات تصميم البئر والديزاين أوبن. نلاحظ أن الرسم موجود لكنه ليس كما أرغب، لا يعكس واقع تصميم البئر. ومن أجل التعرف على معنى البيانات التي طلبها البرنامج، وقمت بإدخالها بعض التسميات الخاصة بالويل كونستراكشن كويل سايز وانر ديامتر واوتر ديامتر. سوف أذهب إلى مساعدة برنامج قائمة هوم توتوريال، سجل هنا ويل سايز، كبسة انتر أخرى، ليدلني البرنامج على الصفحة التي يتم فيها شرح معاني والمقصود من مختلف البيانات المطلوبة. سوف أهتم بهذه الرسمة وأشرح عليها قليلا. هنا الصفر هو محور البئر. الآن إذا كان الويل سايز قياس البئر 24، سيكون لدينا 12 يمينا و12 يسارا. الآن بما أن قطر الحفر الخارجي كان لدي 355، وبالتالي المسافة من الطرف إلى الطرف الخارجية كانت 355، لذلك سوف أختار قيمة أكبر منها قليلا، حوالي 360 مليمتر قياس البئر. وهنا الويل سايز سوف أختار 360 مليمتر. وها هو رسمة البئر، أصبحت واضحة من 0 حتى 400. هنا القياس هو 355 مليمتر، من 400 حتى نهاية البئر القياس كان 132 مليمتر. الآن أرغب بأن تكون هذه الحدود أوضح لتعكس البئر، لذلك سوف أذهب إلى تيم إديتر وأختار ويل كونستراكشن ويل ديزاين، ثم الكيسينج. هذه الكلمة أنشأها السكيم إديتر لتعبر عن إكساء البئر. سأختار هنا سوليد أنها مملوءة، واللون سأختاره اللون الأزرق وأبلاي. ها هو إكساء البئر، أصبح واضحا. الآن سوف أفترض أن لدي حشوة إسمنتية من العمق 550 حتى العمق 850. كيف سوف أعبر عن الحشوة الإسمنتية؟ أعود إلى ويل ديزاين وأختار البئر 21 ك، ومن العمق 550 حتى العمق 850. الآن الحشوة الإسمنتية سأفترض أنها مقابلة للقطر الخارجي للحفر 355، وقيمتها الداخلية هي مقابلة للقطر الداخلي للحفر. بما أن هناك تقاطع مع قيمة القطر الحفر الصغير، ستكون هي 72 ملم، الأوفست صفر، وهنا المادة كونكريت. أدخلت هذه البيانات، سوف أذهب إلى العمود الطبقي لأرى نتيجة التغييرات التي قمت بها. لا أجد شيئا، والسبب هو أن السكيم إديتر لا توجد فيه مادة مسماة الكونكريت، لذلك أذهب إلى سكيم إديتر من هذه الأيقونة من هنا، ثم من ويل كونستراكشن ديزاين أختار إضافة عنصر جديد، نقرأ فوق هذا العنصر بحيث أستطيع أن أحرر اسمه، وهذا الاسم يجب أن يكون متطابق مع ما سجلته في حقل الايتم في جدول ويل ديزاين. هنا كونكريت، سوف اختار نقشا معينا ليكن هذا النقش، واختار اللون الازرق الفاتح له، وابلاي واوكي. هاي الحشوة الاسمنتية اصبحت ظاهرة، لكن هناك خطأ، وهو ان الحشوة الاسمنتية قامت بالتغطية على اكساء البئر، فهذه الرسمة يجب ان تكون خلف اكساء البئر. سوف أقوم بتصحيح ذلك كالتالي. أذهب إلى ويل ديزاين. السبب هو أن الكونكريت بالترتيب جاء بعد الكيسينج، لذلك رسمت فوقه. سأقوم هنا بإدراج سطر insert row، وسوف أقوم بقص المعلومات الموجودة في هذا السطر cut، والصقها في السطر الأول paste. ها هي الكونكريت أصبحت فوق الكيسينج. سوف أرى نتيجة التغييرات التي نفذتها، ها هي أصبحت كما أرغب، الكيسينج فوق الكونكريت. الآن سوف أفترض أنه من العمق 850 متر إلى نهاية بئر كان لدي هناك مصفات سكرين، لذلك علي أن أعدل الرسم من هنا.
سوف أقوم بذلك كما يلي. سوف أذهب إلى ويل ديزاين وهنا الكيسينج، سوف أقوم بإدراج سطر والبئر نفسه 21K 400 متر هنا إلى 850 متر، قطر الحفر 132 72 هنا كيسينج. أما من العمق 850 إلى العمق 1020 سوف تصبح هنا جرين. علي أن أذهب إلى السكيم إديتر، أضيف عنصر اسمه سكرين، أختار له رمز معين، وأرى التغييرات. ها هي المصحات أصبحت واضحة في تصميم البئر. تابعونا على قناة لقمان التعليمية لمزيد من الفيديوهات التدريبية على برنامج ستراتر، ولا سيما بناء المقاطع الجيولوجية.